السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نقدم لكم حريشات معمرين بالشوكولاتة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو نص كيلو ديال السميدة رقيقة، تكون نوعية ممتازة، نص كاس ديال الفورز، علقة ديال سنيدة، علقة صغيرة ديال خميرة الخبز، رشة ملح، خميرة الحلويات 8 غرام وفاني، نص كاس ديال الزيت، نص لتر ديال الحليب يكون دافي. كنبسبس السميدة مزيان بالزيت، وكنزيد خميرة ديال العجين، خميرة الحلويات، وفاني وملح. سنيدة، كنزيد الطحين، كنخلطو مزيان. وكنزيدو الحليب شويه بشويه، كندخليها كامل داك نص لتر ديال الحليب، حيت السميده كتشرب. كندير لها السلوفان، كنغطيها واحد 15 مينوت ترتاح. بعد ما خمرات كندهن يدي بالزيت، كندير فيها كويرات، كنديرهم في السميدة. بعد ما قسمت العجينة كاملة اللي عندي، كويرات يكونوا مقادين، كنديرهم في السميدة. كنبسطها شوية، كنعمرها بالشوكولا الدهن تقريبا معلقة صغيرة تكون عامرة، وكنسدو مزيان من جوانب. وكنديرها في السميدة باش ما تلصقش ليا في ديك الغلاقة، غلاقة ديال البلاستيك، ولا ممكن تستعملو غلاقة ديال الشوكولات، قرعة ديال الشوكولات. كندير المقلة تسخن وكندلكهم شوية حيت فيهم الخمارة، كنحاول يكونوا مقادين. كديرهم يطيبوا في المقلة، تكون العافية ناقصة مزيان باش يطيبوا مزيان من الداخل. نبقى نقلبهم حتى كيتحمروا مزيان.
هما الحرشات بعد ما طابوا كيجيو رطبين. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. لا يجب الفيديو، تضغط على لايك وكومنتير، والى اللقاء.